السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على قناتي مطبخ نجوى. في الفيديو ديال اليوم غنقدم لكم تشيز كيك بالبرقوق، كيجي رائع بزاف. كنتمنى تبقاو معايا باش تشاهدوا الفيديو حتى النهاية وتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالي، كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبة للمكونات ديال هاد تشيز كيك هذا، كنحتاجو بسكوي أي نوع كتفضلوه. أنا استعملت هنا بسكوي بدون سكر، جوج معالق كبار ديال الزبدة، ربعة ديال الياغورت كريمي، عندي ستة ديال القطع تقريبا ديال كيري، نستلي كراميل غنحتاجو منه واحد جوج معالق كبار، كاس ديال نيدو أولا ديال حليب بودرة، وساشي ديال شونتي، وكاس ديال الماء بارد، والبرقوق والسكر بطبيعه الحال. اول حاجه كنطحنوا البسكوي ديالنا في الطحان الكهربائي، كنطحنوه مزيان. كنزيدوا جوج معالق كبار ديال الزبده، اما كندوبوهم اما كنخليوهم هكا كيكونوا بحراره المطبخ، وكنطحنوا مزيان. اذا كناخذوا الطبق اللي غادي نقدموا فيه تشيز كيك وكنديروا فيه الاطار اللي بغيتو. اذا هنايا عندي هذا الاطار فيه تقريبا 24 سنتيم، استعملت تقريبا جوج باكيات ديال هذا البسكوي هذا باش كتجي الطبقه عاليه شويه. استعملت هنا جبن كريمي بالسكر، اذا ما غاديش نحتاج انا نستعمل هنا السكر، الا درتو دانون طبيعي غتزيدوا واحد جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي. كاس ديال الحليب بودرة، واستعملت جوج معالق كبار ديال نستلي كراميل اولا نستلي العادي، تقدروا ديروا منه تقريبا نص كاس، وساشي ديال كريم شونتي، وزدت عليهم كاس ديال الماء بارد وخلط كل شيء في الخلاط الكهربائي، وكنكبوه فوق داك البسكوي اللي درناه في المول، وكنخليه في الثلاجه تقريبا واحد 4 السوايع حتى كيشد راسو مزيان. بالنسبه للبرقوق قشرتو، عفوا ماشي قشرتو، غير قطعتو في حيط له العظم وقطعتو درتو في واحد الكاسرونه بالقشره ديالو، زدتو شويه ديال السكر. اذا على حساب البرقوق، الا كان حامض غتكثروا السكر بزاف، كان حلو ديرو غير القياس، وكنزيد كاس ديال الماء وكنرد كلشي على عافيه حتى كيطيب مزيان داك البرقوق وكيتعسل واحد شويه. من بعد طحنتو في الخلاط الكهربائي وصفيتو مزيان وكبيتو فوق داك تشيز كيك ورديتو للثلاجة تقريبا واحد الساعة حتى برد مزيان. اذا بالنسبة لهاد لاصوص هادي بغيتها تبقى جارية شوية، الا بغيتوها تكون شادة مزيان كتزيدو الجيلاتين. اذا عفوا تشيز كيك ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا، وكيجي المذاق ديالو رائع بزاف. كنتمنى هذه الوصفه هذه تعجبكم وتجربوها، وشكرا لكم.